محمد خضر يحفظ الحدود التركية السورية عن ظهر قلب، ولكنه يعيش أحلاما وآمالا حطمتها فوهات المدافع المستعيرة هناك عبر الحدود بعد أن تراجعت إيراداته وزبائنه بسبب الأزمة السورية. تحكي لنا كيف أثرت الأزمة السورية على أعمالكم، على شغلكم هنا على المعبر على الحدود؟ تركلر ضرر görmedi. نعم، أنا تأثرت كثيرا وخسرت الكثير من الزبائن الذين كانوا يتنقلون بشكل متواصل قبل الأزمة كالتجار مثلا. إيراداتي قلت كثيرا، لقد أصبحنا بدلا من أن نأخذ الأجرة كالمعتاد نعطي اللاجئين الفقراء مساعدات مالية لسد بعض حاجياتهم. لو تحدثنا عن أكثر الحالات التي أثرت فيك بوضع إنساني كوضع إنساني من خلال عملك. في إحدى ليالي الشتاء والبرد القارس جاءت عائلة سورية من خلال المعبر، كان الأطفال حفاة وكانت الأم وأطفالها الخمسة يبكون، لم تكن تملك شيئا، ولحسن الحظ كنت موجودا فأخذتهم إلى أحد المنازل ووفرنا لهم ما نستطيع من مأكل وملبس ومشرب. لا أستطيع نسيان نظرات الأطفال. تأثير الضربة العسكرية المحتملة الأمريكية الدولية ضد النظام السوري كيف يمكن أن تؤثر على عملكم هنا؟ ستؤثر علينا كثيرا بلا شك، ونتخوف من تبعاتها علينا كمواطنين في المناطق الحدودية وكسائقي سيارات أجرة، فنحن في خط المواجهة الأول ولا يوجد رادع لأي هجوم علينا إذا ما حدثت المواجهة، وفي المقابل فإن كل أعمالنا ستتوقف لأن المعبر سيغلق. يتذكر محمد رحلاته وتنقلاته عبر الحدود في أيام خوالي، يوم كان هنالك تواصل بين تركيا وسوريا قبل أن تصبح الأخيرة سجنا مغلقا وبات أهلها سجناء في أرضهم التي يودون الفرار منها وبأي ثمن. أوجه المعاناة السورية لا تستثني أي تفصيل من تفاصيل الحياة اليومية لدول الجوار، وواقع حال المواطنين في هذه المناطق الحدودية تكشف حتى أنهم لا يفلتون من هذه المعاناة، كل يرويها بلغته. أما محمد فهو يتخوف أو ينشغل بالأسوأ الذي ما زال يراه في الطريق. على مصبحات لبرنامج اليوم من مدينة ريحان الحدودية التركية.